تنطلق اليوم بالعاصمة الروسية موسكو المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيري الدفاع وخارجية البلدين. تأتي هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ومن المقرر حضور وزير الدفاع المنتدى الدولي العسكري الفني الجيش 2019. كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.